إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله تعالى من شُرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا. من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، جلَّ عن الشبيه والمثيل والكُفئ والنظير. وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيُّه وخليلُه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أنزل الله جل وعلا كتابه العظيم على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وجعله الله تعالى عصمة لعباده من الشرور والفتن. ولقد بيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضائل سورٍ من هذا الكتاب العظيم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل سورةٍ أمرنا بقراءتها في كل جمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في كل جمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله تعالى من الدجال. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لأصحابه الدجال فخفض فيه ورفع، وذكر لهم فتنته، وذكر أنه ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبعد عنه. ثم قال في حديث آخر مبينا حال من اضطر إلى لقاء الدجال، قال: فمن لقيه منكم فليقرأ عليه أوائل سورة الكهف، أو قال أواخر سورة الكهف. فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف في كل جمعة؟ لما لم يجعل قراءة سورة غيرها مما جاء في فضلها أحاديث أكثر؟ ما هي الأعاجيب التي جاءت في هذه السورة؟ ما هي القصص التي لا بد أن نكررها في كل جمعة، أن نكررها حتى تلتمس قلوبنا العبر والعظات منها؟ من أعظم ما في هذه السورة ما ذكره البخاري ومسلم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما كان في مكة، ثم جعلت قريش تحاربه من كل جهة، وصار صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى أصحابه معذبين من كل جانب، فأقبل إليه أمن خباب رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبشره ببشائر عن نصرة الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذه السورة هي التي نزلت بسبب ما فعله المشركون بعد ذلك، لما رأى المشركون ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وثبات أصحابه، جعلوا يفكرون في السبيل الذي يحاربون به الدعوة، فحربهم على الدعوة من خلال تعذيب الصحابة لم ينفع، فاجتمعوا ثم أرسلوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، أرسلوهما إلى أهل الكتاب في المدينة، وذلك قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليها، وقالوا: اسألوا أهل الكتاب عنه، هل هو رجل متنبئ يكذب علينا يتقول، أم أنه رجل صادق؟ فلما وصل هذان الرجلان وكان من كبار قريش، وصل إلى اليهود، وكان اليهود هم أهل كتاب وعندهم من العلم ما ليس عند العرب الذين كانوا في مكة، فقال لهم اليهود: اسألوا هذا الرجل 3 مسائل لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجابكم عنها فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم عنها فهو متقول، فانظروا فيه رأيكم. قال النضر: ما هن؟ فقالوا: سلوه عن فتية خرجوا في الصدر الأول ما خبرهم، وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما نبأه، وسلوه عن الروح ما الروح. فرجع النضر بن الحارث وصاحبه حتى دخل إلى مكة وهما يريان أنهما قد جاء بحل مشكلة عويصة بين قريش وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقبل حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من الناس، فقال له: إنا سنسألك 3 مسائل، فإن أجبت عنها أيقنا أنك نبي، وإن لم تجب عنها نظرنا فيك شأننا،
قال عليه الصلاة والسلام: ما الخبر؟ سلوا. فقالوا: أخبرنا عن فتنة خرجوا، عن فتية خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ وأخبرنا عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها، ما نبأه؟ وأخبرنا عن الروح، ما الروح؟ فمن شدة فرح النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: آتوني من غد، إيتوني من غد وتجدون الجواب. ونسي عليه الصلاة والسلام أن يقول إن شاء الله، جزم ولم يقل إن شاء الله. فلما كان من الغد لم ينزل عليه جبريل بخبرهم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يتقول على الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يخرج من فمه المبارك عليه الصلاة والسلام إلا الوحي الذي يوحي الله تعالى به إليه. فلما لم يجئ إليه جواب وقد وعدهم، قال لهم: إيتوني من غد الذي بعده. فجاءوه بعده، فلبث عليه الصلاة والسلام 15 ليلة وهو في كل يوم يقول إيتوني من غد، حتى شككت قريش وقالت: هذا رجل متقول. وصاروا يمرون به ويقولون: أما جاءك شيطانك؟ لقد غاب عنه شيطانه. حتى أنزل الله تعالى سورة الكهف، وذكر الله تعالى فيها خبر أصحاب الكهف، وذكر الله جل وعلا فيها خبر ذي القرنين، الرجل الطواف. وقال الله تعالى في سورة أخرى خبر الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم نبه الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتعالوا نقف اليوم على أصحاب الكهف، من هم وأين كهفهم، وما قصة هذا الكلب الذي ذكره الله تعالى في القرآن 4 مرات في خبرهم، وكم لبثوا في كهفهم، وما معنى قول الله تعالى أي الحزبين، من هم الحزبان، وما معنى قول الله جل وعلا 300 سنين وازدادوا 9، ما معناه؟ تعالوا لعلنا نقف على شيء من خبرهم. يقول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف هم هؤلاء الفتية الذين آمنوا بالله تعالى وخالفوا ما عليه قومهم من الشرك المتنوع، فصاروا يطوفون في قومهم يدعونهم إلى الله وينهونهم عن الشرك، فصار قومهم يؤذونهم في كل موطن، حتى تعاهد قومهم على إن لم يرجع هؤلاء الفتية عن الصلاح والتقوى والإيمان ليقتلون. فتواعد هؤلاء الفتية في الكهف، وهو مكان موضع شق في جبل كانوا يجتمعون يجلسون فيه يتذاكرون بينهم الدين ويتعلمون المسائل. فلما رأوا أن قومهم قد أجمعوا على قتلهم وعلى إيذائهم ولم يستجيبوا لهم، اعتزل هؤلاء الشباب وتواعدوا في الكهف لأجل أن ينظروا في شأنهم ماذا نفعل، هل نقاتل قومنا، هل نخرج من البلد؟ قال الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف، وهم هؤلاء الشباب والرقيم، الرقيم هو لوح كتبت فيه أسماؤهم، رقمت فيه أسماؤهم، والرقم هو الكتابة، ثم علق هذا اللوح على كهفهم، وذلك بعدما اكتشف أمرهم في عهد ملك مؤمن. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، أووا إلى ذلك الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربنا لا غنى لنا عن فضلك، نحن مهما خططنا ومهما استشرنا ومهما فكرنا، فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يا رب لا غنى لنا عن فضلك. اجتمعوا في الكهف وهم شباب واستعانوا بالله تعالى: يا ربنا آتنا رحمة، يا رب ارحمنا. وإذا رحمك الله تعالى حصلت كل خير. قال الله جل وعلا لما ذكر مرض أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستغاث الله جل وعلا واستجاره بصفة من صفاته وهي الرحمة. قال الله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة من عندنا. ولما ذكر الله تعالى خبر يونس وكيف استغاث بالله قال الله تعالى: فنجيناه من الغم، ثم بين الله تعالى أنها رحمة،
وذكر الله تعالى زكريا فذكر أن الله رزقه يحيى رحمة، إذا شملتك رحمة الله تعالى فالخير كله قد شملك. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، يا رب ارحمنا نحن ضعفاء، وهيئ لنا من أمرنا، نحن نخطط ونعمل لكن التوفيق من عندك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. غلبهم النوم ثم اضطجع كل واحد منهم في جهة وناموا، والكلب الذي تبعهم في طريقهم، قيل إن أحدهم كان راعي غنم فتبعه الكلب وقيل غير ذلك، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ومرت عليهم 300 سنين وازدادوا 9، بعدها استيقظوا. قال الله ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الحزبان هم الذين اختلفوا، فقال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم، وقال الآخرون وهم الفتية أنفسهم، وقال الآخرون ربكم أعلم بما لبثتم. قال الله تعالى بعثناهم حتى يعلم الناس كم لبثوا ويعلموا قدرة الله تعالى على بعث الناس بعد موتهم، فإذا كان الله جل وعلا قد حفظ أجسادهم هذه المدة الطويلة فهو سبحانه وتعالى على إعادة خلقه أقدر جل وعلا. ثم بعثناهم أيقظناهم من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فلما اشتاق القارئ لهذه الآيات إلى التفصيل فصل الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، دع عنك الأقاويل ودع عنك الأساطير ودع عنك أحاديث أهل الكتاب، خذ النبأ من كتاب الله، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، قص علينا يا ربنا. قال الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذا أقبل العبد إلى الله تعالى، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، أنت إذا أقبلت إلى الله صادقا مخلصا أقبل الله إليه، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب الله منك باعا. كلما أقبل العبد إلى ربه صادقا زاده الله تعالى رحمة ومغفرة وتبشبش الله تعالى إليه كما في الحديث. قال الله جل وعلا في قبرهم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية شباب آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم ثبتناهم على دينهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يقولون لقومهم: أنتم تعبدون أصناما، هذا شطط، هذا فجور وكفر، أنتم تعبدون أحجارا، أنتم إذا نزلت بكم الكروبات ناديتم بأسماء بشر، نادوا باسم الله الواحد الأحد. وبين الله جل وعلا أكبر قضية وهي حرصهم على التوحيد: لن ندعو من دونه إلها. الذي يطوف على قبر ويستجير بصاحب القبر أنزل العبادة بغير الله، الذي إذا وقع في كربة نادى بأسماء علي رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين، أو نادى بأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نادى بأسماء جبريل أو غيره من الخلق، هذا قد صرف العبادة لغير الله. لن ندعو من دونه إلها أكبر قضية جاء بها الرسل، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة أحجار وأصنام، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ليس عندهم دليل أن هذه الأحجار تنفعهم أو تضرهم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم لما رأوا أن قومهم أجمعوا على قتلهم قالوا: تعالوا نعتزل في الكهف ننظر في شأننا، نبقى في البلد أم نخرج؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فلما اجتمعوا في الكهف ضرب الله تعالى على آذانهم، يعني جعل آذانهم لا تسمع لما ناموا، والنائم لا يوقظ غالبا إلا بندائه مرارا، وذلك أنه لا يرى، وأيضا سمعه لا يكون كسمعه وهو مستيقظ، فضرب الله تعالى على آذانهم حتى لا يستيقظوا أبدا. وبين الله جل وعلا ذلك فقال سبحانه وتعالى: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فلما ناموا قال الله في خبرهم: وترى الشمس إذا طلعت
تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. جعل الله تعالى الشمس تمر عليهم كل يوم وتتسلط على أجسادهم لتحفظ أجسادهم بوصول الشمس إليهم فلا تفسد. ثم إذا جاء بالليل قرضتهم ذات الشمال، أي مرت عليهم الريح الشمالية ببردها، فصارت أجسادهم محفوظة ما بين شمس تصيبهم في النهار وهواء عليل صاف جديد يخرج ما في مكانهم من أنفاس ويجدد الهواء في كهفهم وهم في فجوة، فالكهف كبير فهم كانوا في فجوة منه. قال الله تعالى: ذلك من آيات الله. هذا من الآيات التي جعلها الله عبرة للناس، من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قالوا: جعل الله تعالى أعينهم تنفتح وتغلق كحال من هو مستيقظ، ولم يجعلها الله تعالى مغلقة طوال السنين حتى لا تفسد العين من داخل. فالعين إذا عزلت عن الهواء فإنها قد تتآكل في نفسها، فجعلهم الله تعالى وهم في نومهم يفتحون أعينهم ويغلقونها كما يفعل الإنسان في استيقاظه حفاظا على أعينهم. قال: وتحسبهم أيقاظا، إذا دخلت وإذا كل واحد مضطجع لكن عينيه تتحركان. وتحسبهم أيقاظا وهم في الحقيقة رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حفاظا على أجسادهم لئلا تتآكل. وأنتم ترون اليوم الذين يصابون بأمراض مزمنة من إعاقة، صلى الله لهم الشفاء، تجد أن الأطباء يأتون يقلبونه حتى لا يتآكل جسده من طول ملازمته للأرض. فجعل الله تعالى يقلبهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قالوا: الوسيط هو عتبة الكهف، فصار الكلب باسطا ذراعيه على عند عتبة الكهف وأصابه ما أصابهم من النوم ومن الحفظ طوال هذه السنين. ثم مرت عليهم السنين فأراد الله جل وعلا أن ينشر بهم التوحيد في من يكون في مدينتهم في ذلك الوقت. خلال هذه 300 سنة ذهبت أجيال وجاءت أجيال، وذهبت ملوك وجاءت ملوك، وصارت المدينة التي خرجوا منها مدينة صالحة فيها ملك صالح، وانتشر فيها الإيمان والتقوى، وذهبت عنهم عبادة الأصنام والشرك. فبعثهم الله، أيقظهم. قال الله: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. لما استيقظوا جعلوا يلتفتون يمينا ويسارا، ولم تطل أظافرهم أو شعورهم كما يصور في بعض من ذكر قصتهم، لا، فإنهم لو رأوا أظافرهم قد طالت وشعورهم قد طالت لعرفوا بأنهم لبثوا وقتا طويلا، وإنما كانوا على حالهم. ولذلك استغربوا، قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. والله نحن نمنا نوما طويلا يوما كاملا، أو لبثنا بعض يوم. ثم رأوا أن الجدال لا ينفعهم، قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، الله أعلم. طيب نحن جائعون، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. بورقكم يعني بقطعة الفضة، الورق هو الفضة. بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الذي سيذهب يختار الطعام المناسب الحسن، وينتبه يتلطف في الدخول والخروج حتى لا يراه الناس، حتى لا يشعر الناس بكم فيأتون إليكم في كهفكم هذا فيقتلونكم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا تمكن قومكم منكم إما أن يرجموكم يقتلوكم أو يعذبوكم حتى ترجعوا إلى الكفر، عندها لا يكون لكم فلاح. وكذلك أعثرنا عليهم. خرج هذا الفتى ودخل المدينة متخفيا، وإذا الديار غير الديار، وإذا البيوت غير البيوت، وإذا الأشخاص غير الأشخاص، وإذا الناس غير الناس، وإذا الأحياء متغيرة، وإذا كل شيء قد تغير أمامه. فتعجب
لكنه خشي أن يسأل أحداً فيكتشفون أمره، فذهب إلى بائع طعام وأخذ منه طعاماً ثم ناوله النقد الذي معه. فلما نظر ذلك الرجل في النقد وإذا عليه صورة ملك قد فني قبل 300 سنة فتعجب وقال له: من أين جئت بهذا؟ لعلك وقعت على كنز عظيم. ثم أحاط به الناس وجعلوا يسألونه وهو لا يخبرهم ويقول: هذا مالي، معي إخوة له، وجعل يخرج بقية المال. فذهبوا به إلى ملكهم، فلما ذهبوا به إلى ملكهم وإذا ملك مؤمن يعرف القصة التي حصلت، يعرف تاريخ هذه المدينة ويعرف خبر أصحاب الكهف، فلما رآه وتحدث معه وإذا هذا الشاب يقول: نحن خرجنا أول اليوم ولا نعرف أنك موجود، بل كان هناك ملك آخر وتغير كل شيء علينا. فعرف ذلك الملك الصالح خبره. قال الله جل وعلا: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. خرج ذلك الملك مع هذا الفتى ليدله على إخوانه من أصحاب الكهف، ومشى الشاب أمامه مستبشرا فرحا. فلما وصل به إلى أصحاب الكهف إلى إخوته دخل إليهم ليخبرهم حتى لا يتفاجأوا ويفزعوا، ليخبرهم بالقصة. فلما دخل وجلس ليخبرهم كتب الله تعالى عليه الفناء وعليهم فماتوا في مكانهم، قبض الله تعالى أرواحهم. العبرة أن يكونوا آية لهم، تحققت الآية فقضى الله تعالى عليهم وقبض الله تعالى أرواحهم. فدخل الملك وأصحابه عليهم، قال الله جل وعلا: إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. تنازع الملك مع أصحابه: ماذا نفعل بهؤلاء؟ نخرجهم، ندفنهم في الخارج، نضعهم في مساجدنا، نحنطهم؟ تنازعوا أمرهم. فبعضهم قال: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، هذا الكهف سدوا فوهة الكهف، ابنوها، خذوا صخورا ضعوا بعضها على بعض وسدوا الكهف خلاص، ويبقونهم في كهفهم على حالهم، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا، لا بل سنخرجهم ونبني عليهم مسجدا. قال ابن كثير: ولقد ضل هؤلاء الذين اقترحوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. ثم بين الله جل وعلا الكلام عن عددهم ولم يبين لنا ماذا فعلوا بهم، لم يقل الله تعالى إنهم بنوا عليهم مسجدا أو إنهم فعلوا ذلك، وإنما حكاية لخبرهم. قال الله: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني يتكلمون في غيب كالذي يرجم شيئا بعيدا فلا يصيبه، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس وهو ترجمان القرآن قال: قال الله تعالى ما يعلمهم إلا قليل، والله إني من القليل الذين يعرفهم. قيل له: كم؟ قالوا: كانوا 7 وثامنهم كلبهم، لأن الله تعالى قال: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ثم ذم الله هذين القولين فقال: رجما بالغيب. ثم قال بعدها: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. ولم يعب الله تعالى على القول الأخير، قال ابن عباس فهو الصحيح: كانوا 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يعني لا تشغل نفسك بمعرفة العدد، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قالوا إنهم لبثوا 300 سنين وذلك بالحساب الشمسي، وازدادوا 9 وذلك بالحساب القمري، وذلك أن كل 30 سنة هجرية
تزيد عليها سنة، أن كل 30 سنة الشمسية بالميلادي تزيد عليها سنة بالتاريخ الهجري. فأنت إذا حسبت عمرك بالهجري بعدما تصل إلى 60 وجدته بالهجري 60، لكن إذا حسبته بالشمسي يعني بالميلادي وجدته ينقص سنتين، وذلك الحساب يختلف عن هذا. قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين، يعني بالتاريخ الشمسي، وازدادوا 9 تكون 309 إذا حسبتها بالتاريخ الآخر القمري الذي هو الهجري. قال الله جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، يعني ليس أبصر من الله ولا أسمع من الله جل وعلا، أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم بهدي كتابه، واجعلنا ممن يتدبرون آياته. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم قوِّ ضعفهم، اللهم قوِّ ضعفهم، اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك، واجمع كلمتهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا جميعًا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.